نختم بملفات الفساد. احنا نقولها مرة أخرى أمام المجلس الوطني التأسيسي، ونقولها مرة أخرى أمام العاملين في الخطوط التونسية، قطاع النقل هو من أكثر القطاعات التي أصيبت بالفساد في البلاد. وفي قطاع النقل قطاع الطيران هو من أكثر القطاعات اللي ضربها الفساد في قطاع النقل. وفي قطاع النقل الخطوط التونسية الجوهرة متاع التوانسة عانت من الفساد أكثر مؤسسات الطيران. يعني المعاناة من الفساد في خطوط تونسية هي فساد درجة 3، وإحنا واعين بهذا، والمعركة هذه كبيرة وبديناها وباش نوصلوها للآخر. وقدمنا ملفات في الخطوط التونسية إلى القضاء، وعندنا ملفات الآن في طريقها إلى القضاء، وثم ناس توقفوا في الخطوط التونسية ومسؤولين إداريين في مستويات عليا، وثم ما دون ذلك. فالمتابع من قريب للشركة دي يعرف اللي احنا بذلنا جهود في هذا الاتجاه، خاطر شركة فيها 8400 موظف وهي ما تحتملش مفروض أكثر من 5000 موظف. الوضع هذا في حد ذاته يدل إلى الانتدابات والتسميات والترقيات تحتاج إلى مراجعة. وإحنا قررنا في النقل في الخطوط التونسية وفي كل شركة النقل باش نراجع الانتدابات.